اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش بيطلب اقامه لقاء ودي بالمحليين يوم 2 اكتوبر القادم استعدادا لمواجهه ليبيا في تصفيات المونديال. ودي النقطه الثانيه اللي انا كنت هاخد حضراتكم فيها. راي حضرتك اولا في اختيار كارلوس كيروش كمديرا فنيا لمنتخب الوطن. اول حاجه، اول ميزه في اختيار الراجل ده ان هو اولا السي في بتاعه الى حد كبير ممتاز، يعني مش هقدر اقول لانه مش هناخد اخر لقطه له. لا بس قياسا على جون مصر الى حد كبير قوي، ده اعلى سي في. ما انا بقول لك يعني السي في بتاعه عالي. باستثناء حاجه وحيده، خسائر مش عايزين نتائج. مش عايزين لا ليه لكولومبيا الاخيره اللي هي المباراه بتاع كولومبيا اللي هي 6-1، لكن التور بتاعه كبير قوي. لا بلاش، لا هو حاجه ثانيه غير 6-1، يعني اي حاجه ثانيه. بادئ من 8 من 89 7-1. لا بلا 5-1 بداياته كويسه قوي في التدريب. بس 6-1 دي فعلا كان ماتش صعب عليه جدا. طب ما طبعا طبعا ده صعب عليا انا، يعني انا قاعد بتفرج. لا كان ماتش صعب، وهو راجل الحقيقه ما اعرفش، عايز اعرف وجهه نظركم برضه. لا هو طبعا هو اختيار موفق جدا. وانا شايف كمان من ضمن المميزات بتاع الاختيار ده انه قضى على الافتكاسات اللي كنا بدأنا نسمعها. بدأنا بقى نخش تاني في الدائرة القديمة. طب فلان وعلان وترتان، وحنبتدي لدرجة ان كمان ابتدينا نفكر نستدعي الذكريات، وحنجيب ناس من سنين مضت. كابتن حسن بصراحة، لا كابتن حسن شحاتة، انا رأيي انا الشخصي هو الراجل ده مش هيحقق الامانه. هم اللي كلموه طيب يعمل ايه؟ قالوا له مصر يا استاذ جمال، ما حاجه برضه. انا بكلمك يعني انا لو انا بيخرج، انا معاه حضرتك. انا عشان ندي الراجل حقه على راي اسلام. كان كابتن حسن في حته ثانيه. لا بصراحه ما ينفعش، يعني مش هو عمل مثلا مكالمتين ثلاثه كلموه فعلا والحق مصر يا حسن. بس انا بقول كويس قوي ان هم غيروا رايهم. طبعا ليه؟ لان انا ما كنتش اتمنى ان كابتن حسن شحاته بتاريخه لا ما يبقاش عرضه صح، ما يبقاش يرجع صح تاني للظروف. لا وهو كمحب زي ما حضرتك بتقول بالزبط. هو كمحب البلد وكراجل عمل انجازات كبيره جدا، فمش هيقدر يقول لا. عمل اقصى نتيجه ممكن اي مدرب يحققها. صح، ثلاث بطولات متتاليه باقتدار، لعبا واداء وكاس قارات باقتدار برضو شارك فيها، وعمل ماتشين كويسين، ماتشات كويسه جدا. فانا بشوف انه الفرصة متاحة أمام هذا المدرب، اللي يعني أحلى حاجة في عقده برضو إنه هو ينتهي بنهاية التأهل إلى كأس العالم أو لا، عشان يبقى اتحاد الكرة سواء ده أو اللي جاي حر في اتخاذ الخطوة اللي بعد كده. أوكي. يعني إن العقد يعتبر مفسوخ تلقائيا إذا لم يقود المنتخب. أنا مش معاك فيه بصراحة. ماشي، ما ده رأيي أنا. ده عامل زي حقن البنج، إنك تجيب بيج نيم عشان يلعب ماتشين ويروح او يكمل. ماشي، ده رايي انا اللي هو المتواضع، ان هو ده بيديك فرصه. ها اذا ما وفقش في التاهل لكاس العالم، ان انت ما تضطرش ان انت تكمل معاه 4 سنين، ما يمكن يكون عندك مدرب اخر. على الرغم من اللي انا عارفه، ويعني من حد مسؤول مهم في الاتحاد المصري لكره القدم، سنتين قال لك عايزين نعمل معاه مشروع طويل الاجل. ما هو مشروع طويل الاجل بناء على ايه؟ ما هو انت بناء على السيره الذاتيه ان هو مدرب كويس. ماشي. وان هم جايبين مجموعه يعني محترمه جدا زي المجموعه اللي قبله. انا رايي من ناحيه ان كابتن اللي معاه لا بص، رايي يا كابتن اسلام، انت مفيش مانع، انت جايب الراجل ده في مهمه محدده الان، يعني انت دلوقتي مش بتفكر في بناء مستقبل الكره المصريه. لا انا سمعت غير كده. ايه بقى؟ ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان انا سمعت ان هو جاي لمشروع طويل الامد، بمعنى ان هو كسب مع فنجان. يتم تهديد برضه الكواليس، يتم عمل افتح قوس كده. افتح قوس كده يا ريس. التوجه هو دويت لا عاوز ينزل دلوقتي بمعدل ايه الاعمار، فحاطط عينه وارتكازاته على لعيبه المنتخب. زي مثلا ايه، ارمي له حاجه النهارده واقول له دلوقتي معانا مصطفى محمد والله عمل حركه كده، انت يا راجل ما انا ماليش دعوه. صح، تحطوا لنا فوش عليه. خدوا القرار، انتوا عندكم قرارات تربويه. ايوه لو في قرارات تاخدها، خدوا القرار. اقول لك انا شويه كواليس، لكن ده يسمى يطلق عليه مدرب ايه؟ مدرب الظروف الصعبه. اوكي، يعني انت ايه ماشي كده في اتجاه
وفرنسا دي واحده لكن طب اقول لك ايه، ما في جمال الزهير بس خلي بالك لعبوها صح يعني اتلعبت حلو. ما انا بكلمك ما في جمال الزهير يا عم، ده خلاص عنده مشكله وماشي وده ينفع معايا. قالوا تعالى انا بتاع خلاص هتجرب منتخب برضه منتخب مصر برضه تاريخ افريقيا وسيبها تعالى يعني خلاص اختار الجهاز المعاون. جهاز المعاون موفق، ناس متفاهمين، كابتن مال جمعه، كابتن ضياء السيد، عصام الحضري، محمد شوقي، والراجل جايب برضه معاه ناس برضه شغاله الكلام ده. مدرب محتاج ايه بقى؟ أيوة. محتاج انت انك انت يعني تديله المساعدات انك انت توقف لعيبه المنتخب على رجليهم. يعني ما تقولوش انت هتلعب مباراتين ليبيا دول ومباراتين الفاصلتين في مشوار لا لعيب ولا ما انا هاجي لك بس انا هاجي لك انا هاجي لك انا عايز اسمع منك بس مباراتين الفاصلتين في المشوار مباراه ليبيا الذهاب والاياب اذا عديتهم ان شاء الله خلاص بالسلام. على فكره منتخب ليبيا منتخب واقف على رجليه وعنده مدرب وعندهم روح معنويه مرتفعه لاعب كده شراسه قويه جدا محتاج بقى شغل كبير جدا اللي بينجح في مهمته الحاليه. خلينا واقعيين، هيقول لك مش بتاعتي انا بقالي شهر. خلينا واقعيين، لا انا بتكلم على ما انا بقول لحضرتك اهو، لا رد فعل الشارع. انا اقول لك حقيقه الشارع هيبقى متقبل انه يستمر لكاس العالم اللي بعدها مثلا لوضع خطه طويله الاجل. لو الاعلام هي الموضوع هو في اولا ما هو الاعلام احيانا بيعجز امام سوشيال ميديا والجمهور دلوقتي. يعني هي مهمه كروش اللي جاي الفتره قصيره قوي دي لازم نحط جنبها بلس كده مهمه اللاعبين المنتخب انفسهم، يعني لازم يتحملوا مسؤوليه اكبر من لان في ظرف عادي زي استاذ محمود عندنا ماتشين بتوع ليبيا دول عنق زجاجه. يعني لازم نتكلم الاول في الماتشين والست نقط بتوع من ماتش الماتشين دول وبعدين نتكلم بعد كده يعني ايه مصير الراجل ده مستمر ولا مش مستمر. لازم انا مع حضرتك ده اللي بقصده لحضرتك انا الاخبار اللي عندي. ما هو اكيد حضراتكم أيوة لا أيوة هو طبعا ان هو موضوع طويل الامد بس ان هو كسب طبيعي كسب او اتغلب هو مكمل طبيعي. يعني عندك ليبيا ماتشين في اكتوبر، عندنا الجابون وانجولا في نوفمبر، وعندك كاس العرب في ديسمبر وكاس امم افريقيا يعني انت في ظرف 3 4 شهور داخل في معمعات عديده جدا. يعني لو لا قدر الله حصل حاجه في ماتش ليبيا الناس كاس يعني العرب لو عمل حاجه تغيير الجهاز في بشكل متكرر ده مش مصلحه المنتخب خالص. فانا بقول ان لعيبه بغض النظر عن الكواليس او اسرار التعاقد مع كيروش فلما طبعا اللعيبه متحمله قدر اكبر من المسؤوليه في هذه المرحله بالذات لانهم ما ادوناش، وانا بقول بصوره واضحه كده ما ادوناش اللي يقنعنا في الماتشين اللي فاتوا. لازم ربما في حاله اجهاد اكيده يعني، لكن طبعا صعوبه المهمه وكبر الحجم الحلم ان احنا نبقى في مونديال القادم ان شاء الله في قطر 22 هنفضل نحن لازم لا مش حلم المونديال لا مش كبير قوي مش كبير بس احنا بنسميه حلم طيب. لان طبعا هو حلم ليهم هم اولا طبعا هو بيسجل في تاريخهم لان هم راحوا روسيا ورجعوا يعني مزعلنا جدا بالظبط يعني. فلازم نفس الجيل لازم يصح مسيرته ومش يجيب ورا اكثر ونفشل في التأهل. فدي مسألة مهمة جدا. انا بقول اذا كان كروش والناس اللي معاه عليهم 40% فلعبتنا عليهم 60% في هذه المهمة خاصة في المرحلة الأولى اللي هي ماتش ليبيا عشان نقدر نخش يعني بصدر مرفوع وقوة كده وثقة فيما هو آتٍ زي ما انا حضرتك قلت بطولة كأس العرب وبطولة افريقيا لازم ننافس على اللقب. ونتذكر ان احنا في 2019 منتخبنا ده فشل في المنافسه او خرج من الدور الاول. لازم نتذكر الالام دي في افريقيا الدور الثاني لازم نتذكر الالام دي وتكون يعني علامه واحنا بنشتغل في الفتره الجايه من لعيبه وكروش نفسه اللي هو طبعا محتاج مسانده الجهاز المعاون بشده يعني.
اسرار كيروش. خلينا نروح للاستاذ عصام. كيروش اولا من نوعيه المدربين اللي هم يعني توب ليفل, يعني مش هيجي على ماتشين اللي يقول كده لو جدع يطلع الورق. اتحاد الكره اللي اعلن, ما انا جاي لحضرتك والله. اه طبعا بقى. لا انا مش اعلن كده, انا مش بقول توقع, احنا عايزينه بقى. انا بقول احنا جاي لحضرتك التعاقد يا بيبا يطلعوا العقد. طيب هو احنا قصر يعني, وده عقد مثلا بتاع ارض يتامى يطلعوه يوروه لنا انه العقد ارض يتامى ولا ما انا جاي لحضرتك اهو. العقد المتعارف, العقد اللي الراجل جه من اجله ما هواش ماتشين ولا شهرين, سنتين ضمنها انه المنتخب الاولمبي لما حكاه لابويا الحاج فنجاده, وانه فنجاده بيعمل دراسه علشان المسابقات اللي تحت ويبقى عندنا حاجه في ال 20 لغايه 23 زي اوروبا, وانه جاي مصر اللي حلمها تغير شكل الكوره مش بس الوصول لامم افريقيا. مش معنى سنتين, انا جاي لحضرتك ليه مش اربعه؟ انا جاي لحضرتك. ما هو السنتين التانيين دول لاحقين, بيجيبوا لاحقين السنتين, بيجيبوا السنتين اللي بعدهم, لان هو ما هوش مدرب يعني يعني خالي شغل عشان يوافق الشريحه دي, مش كده. ثانيا قرأ على فنجاده بعض الحاجات, او عارف انت زي الافلام كنا قال له قول لهم يا فنجاده اللي هو ايه, ولا ينفع تقولوا لي في نجم سوبر, ولا ينفع تقولوا لي في مدير فريق يتكلم معايا, انا في مراكز معرفهاش وش كده. تصدمي انا جاي لحضرتك اهو. انا جاي لحضرتك اهو وش كده. ومفيش حاجه اسمها مدير الفريق. كل الناس تحت مظله الكوتش المدير الفني. طبيعي جدا اي نجم هيسال عن اسمه قبل ما يقراه هو اوت المنتخب مش اوت التشكيل. انا بقول لحضرتك مجموعه شروط, انتظر لما فنجان رد عليه بالليل تمام, وبالتالي الرجل قادم لتجربه. هم الاخوه هم قاعدين بالليل الساعه 1:30 كده سموها مشابهه لتجربه ايران. حين ذهب الى ايران خلص على 3/4 العتاوله 8 سنين في ايران, وداهم كاس العالم مرتين منهم مره باداء واهداف, خلص على العتاوله واللمضه وبتوع دوري ايه والكلام ده كل دول مع السلامه, وانشا جيل بمساعدين تحت ومساعدين معاه. اول ما ابويا الحاج فنجاده ضمن له هذا التعاقد وقع اونلاين وقال يعني له المعلومه اللي انا بقولها مش موجوده. لا طيب انا متاكد يعني اقول لك يا رب نتغلب عشان تشوف صح ولا غلط. انا هقول لك. لا اصل انت بتقول الكواليس. لا انا بقول لا انا بقول اللي اعلن من جانب اتحاد الكوره ويسال في هذا لا انا ولا حضرتك ولا اي حد. ما انا معاك ان اللي اعلن, انا قلت اعلن انه سيكون هذا التعاقد. الحاجات بتيجي بالتدريج يا استاذ جمال, فشويه اقول لك ايه ما تدهم يعني بالمعلقه واحده. انا بعلق على معلومه, مش بعلق مش وجهه نظر. معلومه أوكي. طبعا المعلومه. لا المعلومه اللي جات لي انا وجات لنا كلنا اللي هي ايه, مش اللي هي اللي جاي لو ما وصلناش يروح. طبعا لا مش صحيح. انا بقول لك ما اعلنوه مش صحيح, لكنهم اعلنوه. انت صادق وانا جالي نفس حلو الكلام. حلو جدا. ما انا بعلم. ما انا بقول لحضرتك اللي انا عرفته. انا مع حضرتك في خلطه بين المعلومه والتسريبه. ايه بقى؟ يعني هل هي معلومه ولا تسريبه؟ انا مش حاسس. لا هو اتحاد الكره ما هو المفروض هو بيتعاقد. كل معلومه في صوره تسريب عشان نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا المفروض ان هو بيعلن التعاقد ومده العقد ما لهاش. لو هو قال كده, لولا انه ده كلام محترم من مدير فني كلنا نبقى سعدا انه يبقى موجود الحقيقه. لو قلت لك يوم لشروطه بقى بلغه الصحافه الساخنه يعني, لان هو مش بيوم لشروطه, هو بيقول ده الطبيعي. ده الطبيعي. اه الطبيعي في الليفل بتاعه اللي بيقول لي فنجاده اقول لهم يا فنجاده انت احنا عارفين بعضينا, اقول لهم انا بشتغل ازاي. عشان ما فيش بقى واحد يقول له ده مشرف المنتخب. مره زمان كان في مشرف للمنتخب كرول قال له اوت, والناس دي منتخب لهم دلوقتي بقوا اصحاب بعد 14 وراحوا عند الكبابجي وراحوا شمال ويمين وبتاع. بتمنى يكون ده كلام مظبوط. ففي ناس جايه يعني, واعتقد ان ده يا سبحان الله رغم ان اللي جابه جايبه عشان تهدئه الراي العام, لكن سبحان الله قد يكون ات عشان الدوله تلاقي موديل حقيقي لاداره كرويه صحيحه. لكن المشروع ده ما يكتملش الا اذا كان فنجاده هينسلخ عن اللي جابوه ويشتغل تحت زي ما الراجل عايز, ان يبقى عنده اللي هم اندر 17 واندر 20 ومنتخب اولمبي. غير كده باي باي كامبورو.